نروح معاكم إلى سكايب ومعنا آلاء نايل المسؤول الإعلامي للجنة الدولية للصليب الأحمر البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون للحديث حول دور دولة الكويت بقيادة ربانها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في المشهد الخيري الإنساني حول العالم والدور الكبير الذي قامت به دولة الكويت في إعادة الأمل وإغاثة المنكوب من خلال مؤسساتها المدنية التي تطوف بالخير الكويتي إلى كل محتاج. نعم أستاذ آلاء، صباح الخير، ودعينا نتحدث في العام السادس على التوالي من التكريم الأممي الذي حظي به صاحب السمو أمير البلاد. تتجلى اليوم هذه الذكرى في تعزيز المسار الإنساني العالمي، كيف تبدأين لنا كلماتك بمناسبة هذه الذكرى؟ صباح الخير وشكرا لاستضافتكم لي. تؤكد الذكرى السادسة لتسمية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح قائد للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني صوابية السياسة الكويتية وتكلل معادلتها الدبلوماسية الذهبية القائمة على مفهوم الدبلوماسية الإنسانية. ومما لا شك فيه أن توجيهات سمو الأمير بدعم مسيرة العمل الخيري والقضايا الإنسانية لها أكبر الأثر في تعزيز مكانة الكويت وتنمية علاقاتها بشعوب العالم. وأرسى سمو أمير البلاد على مدى سنوات عديدة مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني والمثمرة التي أتى هذا التكريم تقديرا وعرفانا بالدور المهم الذي جبلت عليه الكويت وسموه في دعم مسيرة العمل الخيري الممتدة إلى العديد من الدول العالم المحتاجة للمساعدة. ونحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نشيد بجهود أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتخفيف المعاناة عن المنكوبين في شتى أنحاء العالم ودعم أنشطة اللجنة الدولية الإنسانية في جميع بقاع العالم. يعني أستاذة آلاء، لو نتكلم عن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عام وأيضا دور البعثة الإقليمية في الكويت تحديدا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة، مستقلة، لها مهمة إنسانية بحتة تتمثل في حماية حياة وكرامة ضحايا النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى وتقديم المساعدة لهم. وتسعى اللجنة الدولية جاهدة أيضا إلى تفادي المعاناة بنشر أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية وتعزيزها. أنشطتنا بالنيابة عن المتضررين من الحروب تتضمن الأمن الاقتصادي، خدمات صحية، إعادة البنية التحتية، المياه والسكن، ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني وزيارات المحتجزين ولما شمل العائلات وأشياء أخرى كثيرة. أما في الكويت خصيصا نعمل يدا بيد مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ونستمتع بعلاقة وطيدة فيما يخص زيارات المحتجزين منذ سنة 1991. نعمل أيضا على ملف المفقودين من أو جراء حرب الخليج، ونعمل مع شركائنا في الهلال الأحمر الكويتي على برامج الروابط العائلية. ولأن الكويت بلد سلام، تلتزم الكويت بتشجيع تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستويين المحلي والدولي بالتعاون معنا. وطبعا كما تلعب الكويت دورا في الدبلوماسية الوقائية وتشجيع السلام وتدعم ندعم اللجنة الدولية كبعثة إقليمية تعزيز وتنفيذ القانون الدولي الإنساني
الإنساني في التشريعات الوطنية، وهو التزام اتخذته على عاتقها جميع الدول الصادقة على اتفاقية جنيف. طيب أستاذة آلاء، كمسؤولة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعينا نتحدث أكثر عن سبل التعاون الإنساني بين اللجنة الدولية ودولة الكويت خلال جائحة كورونا. في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقول أنه جائحة كورونا سببت في زلزال اقتصادي واجتماعي، صحيح. فلا شك أن تمر البشرية قاطبة هذه الأيام بظروف عصيبة جراء ما خلفته جائحة كورونا من أزمات حادة طالت كل جوانب الحياة وخاصة منها الاقتصادية، كما ألقت بظلالها على الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الفئات التي تعيش في مناطق النزاعات المسلحة التي أثقلت على كاهلها الحروب والدمار، مما أدى إلى تدهور كل الخدمات الإنسانية، وأصبح العديد من الأشخاص يواجهون ظروفا إنسانية أكثر تعقيدا مثل المحتجزين واللاجئون والنازحون، وبالتالي أرهقت المرافق الضرورية مثل المياه والصرف الصحي والخدمات الإغاثية. وفي هذا الصدد تحرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون والاستمرار في التعاون مع دولة الكويت من خلال تنظيم الحوار السنوي الرفيع المستوى حول السياسات المتعلقة بالدبلوماسية الإنسانية، وبعدها ويعد هذا الحوار منبرا لاستمرار تبادل الأفكار حول المواضيع المهمة المتعلقة بالعمل الإنساني والأزمات الإنسانية التي يمكن لدولة الكويت نقلها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصفتها عضو غير دائم به. ومؤخرا عقدنا في شهر يونيو اللي فات جلسة حوارية مع وزارة الخارجية الكويتية والهلال الأحمر الكويتي وصندوق الكويتي للاقتصادية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، جلسة ثالثة رفيعة المستوى لمناقشة تأثير جائحة كورونا على الكويت وعلى الصعيد الإقليمي، وبحثنا كيفية تحسين التعاون لتقديم استجابات مستدامة لتيسير العمل الإنساني والمعالجات المعاناة الإنسانية في ظل النكبة التي دفعت ملايين من الأشخاص، صحيح، يعانوا وأنهم في أمس الحاجة للاحتياجات الأساسية وتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الطبية. وكما عودتنا دولة الكويت بمبادراتها الإنسانية بشكل عام، تدعمنا ماديا في مشاريعنا في شتى البلدان مثل سوريا والعراق وجنوب السودان واليمن وفي بلدان أخرى كثيرة. نعم أكيد، أدام الله أيادي الخير الكويتية البيضاء وأيضا أيادي الخير للصليب الأحمر. الأستاذة آلاء نايل المسؤول الإعلامي للجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.